ندوة رئاسة الأركان توصي بخروج الجيش من المعادلة السياسية. قيادات من الإقليم الأوسط تصوب انتقادات لاتفاق سلام جوبا. الجنيه السوداني يواصل تراجعه أمام العملات الأجنبية. حميدتي يزور بورت سودان وينفي أي اتجاه لخصخصة الموارد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من أحداث السودان. أوصت ندوة نظمتها رئاسة هيئة الأركان بخروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية والقيام بدعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة. وجاءت الندوة بعنوان تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية. وطالبت الندوة العلماء والقيادات الفكرية لقيادة حركة المجتمع للإسهام في تطوير البرامج والخطط الحكومية، وأمنت على ضرورة قيام مجلس اتحادي مكون من الولايات والأقاليم ويختار له رئيسا مستقلا، والعمل على صياغة نظام الحكم مع اعتماد تجربة النظام البرلماني. يذكر أن الندوة تناولت ورقتين هي تأثير نظام الحكم في السودان، قدمها البروفيسور ياسين عمر يوسف الخبير القانوني والمستشار. أما الورقة الثانية فحول العلاقات العسكرية المدنية، قدمها الدكتور عمر عبد العزيز علي. وقال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق ركن منور عثمان نجود إن القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية، وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وقال إن القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها. وقال لا بد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان. وأكد لدى مخاطبته اليوم ندوة المنهجية الأولى حول تأثير نظم الحكم في السودان على العلاقات العسكرية المدنية التي نظمتها رئاسة هيئة الأركان بأكاديمية نمير العسكرية، بأن القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية، وأنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وأشار إلى أن هنالك فرصتين متاحتين، هما التوافق أو الانتخابات. وقال لابد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الأمثل للسودان. ينضم إلينا من الخرطوم اللواء أمين إسماعيل مجذوب الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. سعادة اللواء مرحبا بك في أحداث السودان، وبدءا كيف تنظر للتوقيت الذي جاءت فيه الندوة من الأكاديمية العسكرية، هي تعد الأكاديمية العسكرية الأعلى في البلاد؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة في البداية نهني الأكاديمية نمير العسكرية العليا، المنبر الأكاديمي العسكري الأكبر في السودان، على هذه الندوات المنهجية التي تمزج ما بين الفكر العسكري الصاغب والفكر الاستراتيجي والسياسي المدني. توقيت هذه الندوة هو ضمن برامج دورتي الدفاع والحرب، دورات منهجية بتقام في أوقات روتينية، لكن هذا العام كان لابد أن تكون العناوين متوافقة مع ما يحدث في الساحة السياسية والساحة الأمنية، وخاصة وأنه الجميع يبحث عن ضوء في آخر النفق للوصول إلى توافق في الساحة السياسية. لذلك التوقيت توقيت ذكي، عناوين ذكية وأوراق ذكية ومخاطبة ذكية من ممثل المجلس الأعلى الفريق منور عثمان نجود. نعم، حيثيات كثيرة سعادة اللواء لهذه الندوة، ما هي قراءتك من حيث المشاركين بدءا ومن حيث النتائج وأيضا التوصيات؟ العلماء الذين قدموا الأوراق علماء كفاء يتعاملون مع المؤسسات العسكرية، معلوم أن المنبر منبر حر، قدمت توصيات ممتازة جدا في تقديري، خاصة باختيار شكل الحكم وخاصة بإجراء حوار الآن ما بين المكونات السياسية والمؤسسة العسكرية للوصول إلى حل للمشكل السياسي أو الأزمة السياسية الموجودة. هذه التوصيات توصيات قوية واضحة شفافة، تخاطب جذور المشكلة الموجودة الآن. تعليق السيد ممثل المجلس الأعلى للأكاديمية السيد النائب إدارة تحدث عن أن القوات المسلحة لا ترغب بالحكم
للآن ولا بعد الانتخابات، وده تعهد تكرر كثيرا ليطمئن الجميع. ولكن جاءت في تصريحاته مسألة التوافق أو الانتخابات. معلوم أنه التوافق فيه إشكالية الآن، والإشكالية ظهرت في ما يقوم به السيد فولكر من مشاورات ومباحثات، والآن مشاركة الاتحاد الأفريقي. فهذه الإشكالية يجب أن تعالج بحوار مباشر كما أوصت الورقة الأولى، أن يكون هناك حوار مباشر مع القوى السياسية. مسألة الانتخابات تحتاج إلى تعداد سكاني، تحتاج إلى قانون انتخابات، تحتاج إلى دستور دائم، وبالتالي يجب اللحاق الآن بتكمل الفترة الانتقالية. وضع القوات المسلحة كشريك في الفترة الانتقالية تأثر حقيقة بما دار من إجراءات 25 أكتوبر الماضي. لذلك مثل ما أوصت الأوراق يجب إدارة حوار مباشر الآن. المثلث أصبح الآن ثنائي ما بين القوات المسلحة والشعب ممثل في لجان المقاومة. القوى السياسية خرجت بعد التشظي الذي أصاب قوى الحرية والتغيير. إذن التوصيات قوية، التصريحات تؤكد أن القوات المسلحة لا ترغب في الانفراد بالحكم، وبالتالي أصبح التحدي أمام الجميع الآن هو طاولة التفاوض المباشر. سعادة اللواء، في يعني العلاقات العسكرية المدنية على مدى عقود في السودان دائما معانت من التشويش وعدم الاستقرار، ولم تكن هذه العلاقة صحية بالمعنى المطلوب. في تقديركم إلى أي مدى أسهمت نظم الحكم في السودان في عدم استقرار هذه العلاقة؟ الصراع بين النخب المدنية والعسكرية بدأ مبكرا بعد الاستغلال. حقيقة القوات المسلحة شاركت في الحرب العالمية الثانية بوعد من الحلفاء بالاستغلال، لذلك تعتبر هي الأب الروحي للاستغلال في السودان. مع مؤتمر الخريجين، مع الحكم الوطني الأول، حصل خلافات، تم تسليم السلطة للقوات المسلحة، ثم انحازت القوات المسلحة في أكتوبر وكانت جاءت الحكومة الديمقراطية الثانية، ثم حصل بعد ذلك تدخل العسكري بواسطة أحزاب سياسية. إذا قلنا في مايو أحزاب اليسار هي التي غادت الانقلاب، ثم إذا قلنا في 89 أيضا أحزاب اليمين هي التي غادت الانقلاب في 89، لكن القوات المسلحة شاركت في الحراك السياسي، انعازت مرتين 64 85 والآن المرة الثالثة في ديسمبر 2018. إذن العلاقة هي علاقة توافقية، ولكن لأنه الصراع النخب ومسألة النوايا جعلت الفترة الانتقالية تعاني من مسألة الانتقام ومسألة التشفي، ورأينا ذلك في التصريحات التي سبقت إجراءات 25 أكتوبر. كان هناك تصريحات خطاب كراهية، تحريض على الفتنة بين الطرفين. لذلك أنا في تقديري أنه يجب أن يعي الطرفان، النخبة العسكرية والمدنية، أن السودان الآن أصبح في مأزق بسبب هذا الصراع، ولكن العلاقات هي علاقات سوية. القوات المسلحة بها أبراج ضباط وجنود من صلب الشعب السوداني، مواطنون الدرجة الأولى، ثم التحقوا بالقوات المسلحة مثلهم ومن سلفيات الأخرى. يجب أن تكون العلاقة إيجابية حتى يعبر السودان هذه المرحلة، وليس الاعتماد على خطاب الكراهية والكتابات المسيئة سواء كان للقوات المسلحة والقوات النظامية، لا تخدم الجميع في الوقت الحالي. كذلك مسألة اللاءات الثلاثة، هذه اللاءات الثلاثة ربما تشكل موقف وتتمترس خلفه كل الأطراف، ولكن لا بد من التفاوض، لا بد من التنازلات، لا بد من وجود إرادة لعبور هذه المرحلة والابتعاد عن الخلاف بين المكونات العسكرية والمدنية. يعني هل ترى أن موقف اللاءات الثلاث موقف متطرف في تقديرك؟ ويغفل التفاوض. أنا لا أصفه بأنه متطرف، ولكن يغفل التفاوض. عندما تأتي إلى طاولة التفاوض وتضع شروط مسبقة، إذن مع من تتفاوض وتتفاوض على ماذا؟ القوات المسلحة الآن في هذه الندوة قدمت يعني أياديها بيضاء أنها لا تريد الحكم للآن ولا بعد الانتخابات، ولكن الشارع أيضا تأسف لما دار في الفترة الماضية، هنالك أحداث، هنالك شهداء سقطوا. يتطلب الأمر تطبيق العدالة الانتقالية، الاعتذار والمصالحة والإنصاف والتعويض
ومن ثم البحث عن المخارج الآمنة والوصول إلى تفاوض يرضي الطرفين حتى يتم تجاوز هذه المرحلة. طب سعادة اللواء، العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية عموما هي علاقة يعول عليها مستقبل السودان، في تقديرك ما هو المطلوب لإقامة علاقة نستطيع أن نسميها أنها علاقة منتجة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية المتمثلة في الأحزاب تحديدا؟ الظروف التي يمر بها السودان حاليا، هناك مهددات داخلية، توجد حركات لم توقع على السلام حتى الآن، إقليميا وخارجيا هنالك مهددات، دول فيها تفاعلات سياسية واضطرابات أمنية في الحدود الغربية وفي الحدود الشرقية. مشاركة القوات المسلحة يجب أن تغنن في مستوى معين، مشاركة في السلطة وليس في الحكم، بمعنى أن تكون هنالك مجلس أعلى للدفاع والأمن يمثل فيه القوات المسلحة، يكون ممثلين في البرلمان أو المجلس التشريعي. تجربة مايو لجنة القوات النظامية كانت تجربة رائدة، لذلك هذه المشاركة تساعد على ضبط الأمن الوطني، تساعد على الوصول إلى القرار بسرعة جدا وعدم تعدد مراكز القرار والانتهاء من الدائرة الجهنمية. يكون هنالك مشاركة بمستوى معين، ولكن وضح الآن أن الفترة الانتقالية لم تجد سياسيين مخضرمين حتى يعبروا بنفس هذه المبادئ، لذلك أنا أعتقد في تقديري مشاركة رمزية من خلال مجلس الدفاع والأمن تشكل فيه القوات المسلحة ومعهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو رئيس مجلس السيادة المدني بعد الاتفاق على كيفية التسليم والتسلم الآن لبقية الفترة الانتقالية. نعم سعادة اللواء، بالمجمل نظرك إلى هذه الندوة، إلى أي مدى يمكن يعني أن تشكل هذه الندوة نقطة باتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد؟ هذه الندوة هي سلسلة من الندوات التي ستأتي، وهناك إصدارات من المؤسسات العسكرية التعليمية، عديد من المجلات كلها تعبر عن الفكر العسكري الساخن. هناك مفكرين عسكريين، هنالك خبراء يتعاملون مع المؤسسة العسكرية، فمثل هذه الندوة تفتح أبواب وتجعل الصراحة والوضوح في داخل هذه المؤسسات لإخراج الهواء النقي، لأنه الآن الضباط ناقشوا وتم الاتفاق على هذه التوصيات، هذه التوصيات ترفع للقيادة العامة، وبالتالي قد تجد النور، ويجب أن النخب المدنية الآن تبدأ في التفاعل مع مثل هذه الندوات وهذه الأكاديميات التي يمكن أن تكون بداية لحوار غير مباشر بين النخب المدنية والعسكرية، ومن ثم يرتفع مستوى الحوار إلى حوار رسمي ربما يفضي إلى توافق بين الطرفين والمشاركة في الحياة السياسية بطريقة سلسة نقدمها مثالا للعالم. شكرا للواء أمير إسماعيل مجذوب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا لك، كنت ضيفا علينا في أحداث السودان. شهدت العاصمة الخرطوم ومدن ولائية عديدة تظاهرات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بالحكم المدني، وأطلقت لجان المقاومة على التظاهرات اسم مليونية ما بكسروك، تنديدا بتعرض فتاة للاغتصاب خلال تظاهرات الأمس. وحددت اللجان تقاطع باشدار نقطة للتجمع قبل التوجه إلى القصر الجمهوري. من جانبها أغلقت السلطات جسر المكنمير صباح اليوم والاثنين، أصيب 133 شخص خلال التظاهرات التي شهدتها الخرطوم أمس بحسب لجنة الأطباء المركزية. تعهدت رئاسة قوات الشرطة باتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة تجاه مرتكبي الاعتداءات على معلمين بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. جاء ذلك في بيان أصدرته الشرطة ردا على مقاطع فيديو تظهر أفرادا في زي الشرطة يعتدون على معلمين بمدينة نيالا. وأضافت الشرطة أنها لن تسمح بأن يكون بين منسوبيها من يأتي بمثل ما جاء بالمقطع، وقالت إنها ستتابع نتيجة التحقيق العاجل. وأعلنت رئاسة الشرطة رفضها وإدانتها لمثل هذه التصرفات والسلوك الذي وصفته بالمشين ولا يشبه الشرطة وقيمها والعرف السوداني، وقالت إنها لن تتردد في حسم وبتر مرتكبيه.
انتقدت قيادات سياسية وأهلية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني بالإقليم الأوسط نصيب الوسط في اتفاقية جوبا لسلام السودان، وقالت إنه كان ضعيفا. والتقت عضو مجلس السيادة الانتقالي سلمى المبارك قيادات سياسية وأهلية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني بالإقليم الأوسط، وتطرق اللقاء للقضايا والمشكلات التي تواجه مواطني الإقليم. وقال صادق يوسف رئيس الوفد إن اللقاء تطرق لقضايا ولايات الوسط الثلاث، الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، مبينا أن نصيب الوسط في اتفاقية جوبا لسلام السودان كان ضعيفا ولم يلبي طموحات أهله، ودعا إلى إنصاف إنسان الوسط في محاور السلطة والثروة. من جانبه أكد مصطفى المنا عضو الوفد أن الاتفاقية لم تعطي مواطني الوسط حقهم تماما. بحث وفد مفوضية العون الإنساني الاتحادية مع المدير العام لوزارة الصحة بولاية جنوب كردفان الرضي إسحاق الأداء الفعلي للمشروعات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة العاملة بالولاية. وقالت المفوضة الولائية راوية كمال إن زيارة وفد مفوضية العون الإنساني تأتي بغرض الوقوف على تقييم المشروعات التي نفذت خلال العام الماضي، وهي عبارة عن 18 مشروعا في القطاعات المختلفة في مجال الصحة والتعليم. أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولاية خلال الأيام الماضية. جاء ذلك في التقرير الذي قدمه مدير الإدارة العليا لمراكز العزل محي الدين حسن خلال الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم، وأشار إلى الاتجاه إلى إغلاق عدد من المراكز والإبقاء على البعض الآخر لتقديم الخدمة. وكشف مدير الإدارة العامة للطوارئ محمد التجاني عن ترتيبات لعمل مشترك مع كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية والإدارة العامة لتعزيز الصحة لتدريب الكوادر وتطوير العمل. دعا السكرتير التنفيذي لدول إيجاد إلى دور أكبر للمرأة في صناعة السلام في المنطقة، وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة حول تعزيز قدرة المرأة في الاتصالات الاستراتيجية إن من المفارقات أن عمليات السلام الرسمية تميل إلى التغاضي عن المرأة عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات من أجل الفوز بالسلام، على الرغم من الدور الأساسي الذي تلعبه المرأة في حفظ السلام. وأشار إلى أن النساء يمثلن نصف سكان الإقليم، وهن صاحبات مصلحة تتساوى في الاستقرار، ويطلعن بدور حاسم في إقامة مجتمع سلمي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تأثرا بشكل غير متناسب من التطرف العنيف والنزاع بشكل عام. وجه مدير جامعة كردفان عبد الله محمد عبد الله عمادة الطلاب بتهيئة الفرصة لانتخاب اتحاد طلاب جامعة كردفان لتسهيل التعامل مع إدارة الجامعة لخدمة الطلاب وقضاياهم المختلفة. جاء ذلك في كلمته بمناسبة انطلاقة المهرجان الطلابي الثقافي والعلمي الأول. وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة دكتور عبد الوهاب أبو القاسم محمد أن المهرجان يأتي بهدف إبراز دور العمادة وتعزيز رسالة المجتمع والتنسيق والتعاون بين المؤسسات المختلفة. واحتوى المهرجان على بحوث علمية ومناظرات ومعارض وتراث وغناء شعبي وحديث. فاصل مشاهدنا، ومن بعده نلتقي في الحدث الاقتصادي، ابقوا معنا.